السلام عليكم يا جماعة. أولا أحب أشكركم لحضوركم الورشة النهاردة. ورشتنا النهاردة إن شاء الله هتكون عن التدوين الموسيقي. اخترنا برنامج معين اللي هو برنامج ميوسكور. البرنامج ده اخترته عشان هو مقرر على الصف السابع وعلى الصف الرابع والخامس والسادس، فهو البرنامج اللي هيقدر الطلبة إنهم يشتغلوا عليه. البرنامج سهل جدا، البرنامج أساسا فري مش مدفوع زي كتير من البرامج الموسيقية اللي هي بتبقى مدفوعة، فعشان كده اخترنا برنامج يكون متداول في عندنا في المنهج، نقدر نستخدمه نقدر نلون بيه في جميع الإمكانيات اللي بنحتاجها، وفي نفس الوقت موجود عند الطلبة فبنقدر إن احنا نستخدمه. البرنامج فيه نسخة منه بوتابل نزلت على كل الأجهزة، ممكن تنزل على أجهزة الطلبة لو حبيتوا إن انتوا تقدروا تشتغلوا عليها في المدرسة، لأن المشكلة أنا عارف إن هو أي برنامج ما بنقدرش ننزله على كمبيوتر من كمبيوتر المدرسة أو الوزارة. فأي احنا بنحاول دلوقتي نعمل جميع البرامج الموسيقيه هنعملها بوتابل بحيث انك تقدر تنزلها وتقدر تشتغل عليها في اي وقت. اول حاجه هنبدا بيها هتكون النتاجات عندنا في الورشه. هيكون عندنا ثلاث نتاجات. اول حاجه اهدافنا التعرف على برنامج الميوسكور، تدوين مقطوعه صغيره باستخدام البرنامج، ان انا ازاي اوظف البرنامج ده في ان انا ادون مقطوعات من المنهج المدرسي، والتوظيف الثاني ان انا اخلي الطالب هو اللي يستخدم التدوين ده، ان هو الطالب نفسه يبدا يدون النوتات الموسيقيه. هنبدا الاول بنشاط. النشاط زي ما انتم شايفين هو دايره فيها مجموعه من الصور. اي حد هتيجي عليه الصوره او هيبدا هو يتكلم هيشوف الصوره هيقول لي ما الذي تعبر عنه الصوره وقدم معلومه عنها. تمام، نبدا يمينه، خلينا يمين الاول. الصورة دي تعبر عن ايه؟ واديني معلومة عنها. اللعبة الالكترونية. خلينا ايه؟ هناخد واحدة وبعدين نمل. كل واحد على فكرة بدون قطع كلام حضرتك انا اسف، كل واحد هيبقى شايفها بشكل. علاقة الطفل بالتكنولوجيا. حد له رأي تاني في الصورة؟ تأثير التكنولوجيا على عقل الطفل. التأثير السلبي للتكنولوجيا على عقل الطفل. طيب احنا خدنا واحدة من التكنولوجيا، طيب هنشيلها هنعمل واحدة تانية. أستاذ محمد، ماذا تعبر عنه الصورة؟ قدم معلومة عنها. انت شايفها ايه؟ صغير شويه بسبب التكنولوجيا، بسبب يعني الانفتاح الكبير في الانترنت، فبدا ان كل المعلومات كلها تيجي يعني في مكان واحد، او عن يعني نقدر نوسع كمان نوزع معلوماتنا باكثر من مكان. تمام، راي اخر اتفضلي. استاذ الناس التعلم الرقمي حاجه ثانيه. ربط العالم بالتكنولوجيا. يبقى احنا خدنا الألعاب الإلكترونية، خدنا نمرة اتنين ربط العالم بالتكنولوجيا أو التعلم الرقمي. خلينا ناخد صورة كمان، هنشيل دي. أستاذ أحمد الزراد، العمل الجماعي. كله مشترك، العمل الجماعي او العمل التعاوني. طيب هنختصر وناخد اخر صوره. ها، التعلم باللعب. احنا خدنا تقريبا كل الحاجات اللي احنا خدناها دي بتندرج في حاجه احنا على طول نقولها، مهارات القرن ال21. صح، التعلم باللعب، التعلم التكنولوجي، التعلم الجماعي، كل ده بيندرج مع بعض، وكله بينصب دلوقتي في التعلم عن بعد في التكنولوجيا. انا شغال كل شغلي دلوقتي عباره عن تكنولوجيا، التعليم كله عباره عن تكنولوجيا. واساس التكنولوجيا عندي هتكون في الموسيقى. الموسيقى تعتمد اعتماد كلي على التكنولوجيا.
في الوقت الحالي. احنا هنتكلم النهارده عن برنامج التدوين الموسيقي او عن برنامج باستخدامه في التدوين الموسيقي. هل في برامج تانية تعرفوها بتستخدموها في التدوين الموسيقي؟ انكور سيبيليوس فينال كومبوزر احسن واحد في وجهة نظركم؟ احسن واحد الاسهل في كتير. طب والاعلى شيء سبيليوس، يعني لو جينا رتبناهم سبيليوس بياخد رقم واحد بكل المقاييس. هو برنامج بروفيشنال معنى كلمه. هو سبيليوس كمان عشان بيندرج تحته اكتر من برنامج، اكتر من برنامج. يعني في ميزه، حد يقدر يقول لي ميزه في سبيليوس مش موجوده في اي برنامج تاني، اي برنامج اخر من برامج التدوين زي الانكور زي الفينال زي الكومبوزر زي ال... في ميزه مهمه جدا. أربعة دي واحد، ربع التون دي نمره واحد. ها واحده كمان مهمه جدا. لا الزخارف موجوده. في حاجه مهمه جدا في سيبيليوس، ان انا لو عندي نوته ورقه بعملها سكان على السبيليوس وبيعملها لي نوته مكتوبه ميدي. دي اهم ميزه. ايه حتى لو مكتوبه باليد طالما هي صوره ورقه بتعمليها سكان تمام وبيحولها لك لميدي. دي اهم صوره اهم قصدي ميزه موجوده في السبيليوس، بالاضافه طبعا للاصوات اصوات الخرافه اللي في سبيليوس. احنا هننتقل دلوقتي لبرنامج الميوسكور. الميوسكور برنامج يقارب جدا الكومبوزر، يقارب الفينالي، يقارب الانكور، نفس الرينج او نفس الليفل او نفس المستوى، بس هنشوفه دلوقتي. هناخد صوره سريعه عن البرنامج. انا مقسم هنا البرنامج لانشاء ورقه جديده، قائمه الادوات، بدء الكتابه على البرنامج، بحيث ان حتى في التعليم يقدر الطالب يعرف يعمل ورقه جديده ازاي. خطوه خطه 2 3 4 هي تسلسل، ما بيعملش هو فيها حاجه، هي نيكست بس بيختار الجزء الثاني. مجرد ان هو بيدوس على قائمه الادوات بينقله على طول للشريحه بتاعه قائمه الادوات، بيعرف الادوات اللي هو عاملها. بدء الكتابه على البرنامج بيروح عشان يعرف على طول. طيب احنا اهم حاجه انشاء ورقه جديده. انشاء ورقه جديده انا باخد التسلسل بتاعي، اول ما بفتح البرنامج وبضغط على انشاء ورقه جديده او نيو هنا تمام، بيبدا يجيب لي الشكل بتاعي ده. هختار على كريت نيو، هيديني الصفحه اللي بعديها. الصفحه اللي بعديها بتنقسم لاربع او خمس عناوين. اول واحده اللي هي بكتب فيها اسم المقطوعه، معلومات اضافيه، اسم الملحن، الشاعر، مدون النوته. ممكن ما تكتبش ولا حاجه من دول، هتطلع الصفحه فاضيه، وعايز تكتبها بعدين ما فيهاش مشكله تمام. اللي بعديها بقى مجرد ان انا بضغط، انا كل ده بضغط نيكست. نيكست بيقول لي النوته اللي انت هتكتبها، هتكتبها لايه؟ هتكتبها لاله واحده، التين، ثلاثه، 10، رباعي وتري، الاوركسترا، بيحدد لي ايه اللي انت عايز تكتبه بالظبط، وعلى اساسه انا بقدر اختار. هنا اخترت اللي هي تريبل، اللي هي هاخد خط واحد عشان اكتب لاله واحده. بعد كده بيحدد لي، بيقول لي هتعمل ايه، بقول له هختار الدليل، بتختار دليل المقطوعه بتاعتك تمام. اللي بعديها بحدد الميزان، بحدد عدد الموازير اللي انا محتاجها، قابله للزياده ما فيهاش مشكله، بحدد سرعه المقطوعه، بقول له فينش، بيديني اللي انا كتبته، الموسيقى من مقررات الصف الثامن، الحان فريد الاطرش، بيحطها في المكان بتاعها. لو نزلنا تحت في الصفحه تحت خالص هلاقي الكمبوزر بيكتب في اخر الصفحه، في اقصى اسفل الصفحه تحت. ده الشكل الاولي للنوته الموسيقيه تمام. انا ما عملتش اي حاجه دلوقتي، دوست بس نيو، هو بدا يمشي معايا تسلسل خطوه بخطوه عشان يوصلني للصفحه اللي انا هبدا اكتب فيها، هتبقى شكلها عامل ازاي تمام. طيب هنبدا كلنا دلوقتي على البرنامج، هنعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها دي لانشاء صفحه فاضيه بدون كتابه اي شيء. كل واحد يختار، هيختار لي عنوان،
هيختار الكمبوزر، هيختار الملحن، هيختار الشاعر، هتكتب، هتحدد المقام اللي انت عايزه، ولا ناخد كلنا مقام واحد؟ خلينا كلنا مقام واحد، مقام الكورد، زي ما استاذ محمد اشتغل في الكورد، كلنا هنشتغل في نفس المقام، مقام الكورد. تمام، مقام الكورد هنعملهم زي 3 4. السرعه هنخليها 100، هنخلي السرعه 100، يبقى نفس الشكل اللي قدامي ده، انا هنفذه زي ما هو. البرنامج بيكتب عربي وانجليزي طبعا. كنت متبع فيك، كيف نمحيها هذا ونبدا من جديد؟ ابدا من جديد من هنا. من نيو؟ نيو؟ وديك تروح؟ حتروح على طول. ليش انا ما يجيش بالعربي؟ ليه عربي؟ اه. لا هذا لا انت مكتوب. لا اه لا لا انجليزي. انت انجليزي ده. اه البرنامج اللي معاكم انجليزي مش عربي. بتختاري اه التريبل، تريبل كلب، تاني واحده عشان ناخد خط واحد. زي ما انتوا عايزين. هتحدد، ما مش هتفرق، انا هاخد منهم في 5 6 موازين. هي عمليه خليها 32 زي ما هي، مش فارقه كتير. 32 دي مازوره؟ تمام مازوره. اه ده مازوره. تمام تمام. اكتبي اللي اه كمثال انت عامله هنا مقام الكرد، مقام الكرد اه هتكتبي هنا العنوان بتاع المقطوع فوق. خلاص يا جماعه كله خلص؟ ها؟ طيب دي الكومبوزر، ده الملحن، اوكي؟ دي اللي هي بنقول عليها تكمله تحت هذه العنوان اللي هي من المقررات. ايوه بالظبط، بتتكتب هنا. اوكي؟ ده اللي وين هذه موجوده في الصوره؟ شنو اللايسنس اللي هي عايز اجيب لك معناها. معناها وين تطلع لما تكتب حاجه؟ تطلع فين؟ تطلع فوق برضو، في الجزء اللي فوق. كل ده في الجزء اللي فوق، الجزء اللي تحت ده بس اللي هو الكوبي رايت. انما دي كلها مكملات العنوان، الاربعه دول. الكوبي رايت شنو الكوبي رايت؟ كوبي اللي كاتب مدون النوته. اه مين كتبها؟ تحت امر. ها عايزه توقفي على كده؟ اوكي. عايزه تكتبي كوبي رايت؟ اكتبي. مش عايزه توقفي على كده، اعملي نيكست. هتختاري هنا النوتة بتاعتك اللي هي تريبل، هناخد واحد بس. تريبل؟ اه. طيب انا هفتح معاكم البرنامج وهنفذ نفس اللي انتوا عملتوه يا جماعة. طيب انا هبدا نفس اللي انتوا عملتوه، اللي انتوا عملتوه ان انتوا ضغطتوا على كريت نيو. هبدا اعمل التايتل، هعمل موسيقى الربيع، السب تايتل هعمل من مقررات الصف، هنعمل اي حاجه، السابع مثلا. الكومبوزر هعمل فريد، سوري ماشي، فريد. هعمل كوبي رايت، هعمل مثلا احمد. هعمل نيكست، ده اللي انتوا نفذتوه الحقان. خدت تاني اختيار اللي هي خط واحد، دليل مقام الكرد عملتوه ايه؟ السي والمي. نيكست. الميزان هاخده 3 4، نفس عدد الموازير. السرعه بتاعتي عملتها
100 او هنزلها من السه. هعمل فينش، هتظهر معايا النوتة بهذا الشكل. زي ما انتم شايفين هنا السهم عندي لونه ابيض. عشان ابدا الكتابه بتجه للعلامه اللي هي الان دي، بضغط عليها فبيتحول عندي للون الازرق اللي هو خاص بالكتابه. اقدر هنا اكتب. يبقى اي حاجه انا هنفذها عشان نبقى عارفين، هحدد مزوره، هحدد نغمه، هحدد اي شيء، ما انساش ان انا اغير المؤشر بتاعي اخليه هنا مش مضاء، عشان ما يعملش معايا كل شويه، لان لو غيرته لو خليته بالازرق كل ما حاجه اتحرك هيديني علامه. يعني انا هنا بتحرك عادي سهم، اول ما هضغط على دي مش هيحول لي سهم، كاني بص بيحولني كاني ماشي بنغمه اهي. فعشان ما يحصل عندي خلل في النوته، هتحرك هاشر على اي حاجه احول السهم. خلاص تمام، خلصنا اول جزء. هخش على القوائم اللي انا هشتغل عليها. اي نقطة بتاعت العلامة؟ طيب الموضوع سهل، ركز لي بس على المؤشر، المؤشر اللي انا ماشي بيه. بص حضرتك، حضرتك شايف المؤشر ده؟ تمام؟ أنا بتحرك هنا بحرية صح؟ المؤشر مديني أي علامة موسيقية؟ أي نوتة؟ لا. فأقدر أحدد المزورة دي، أحدد هنا مثلا حاجة كده، أحدد المزورة اتحددت معايا. تمام؟ طيب معلش أنا هلغي ده أهو. أنا هكون بكتب أساسا، فهتكون دي عشان أكتب لازم أنور دي، لازم دي عندي تديني أزرق. لما تديني ازرق، بص لما اتحرك بالمؤشر اداني ايه؟ اداني نوتة. اوكي؟ فلما اجي احدد المزورة مش هعرف احدد المزورة. حاجه احدد المزورة هيديني نوتة. فلازم ارجع الغي دي عشان اقول له حدد لي المزورة دي مثلا. تمام؟ لحد كده واضح؟ تمام. طيب هننتقل بسرعة للجزء الثاني، وهو قائمة الأدوات. عندك على اليسار في قائمة، في أدوات. القائمة دي تقدر تحركها بإنك تعمل دبل كليك على القائمة دي من فوق. هتعمل دبل كليك، القائمة دي هتنفصل، تقدر تخليها في اليمين، تقدر تخليها في اليسار. من فوق الكلمة دي أو عند الكلمة دي لو عملت دبل كليك هتلاقي القائمة انفصلت تماما. تقدر تحركها يمين أو يسار حسب ما تحب، عشان ما تتأيدش بإنها تكون موجودة على اليسار. ها اتحركت عندك، ماشي اتحركت عندك، اتحركت. دبل كليك، دبل كليك هنا عند الكلمة، عند الكلمة، عند الكلمة، عند ايوه. دبل كليك، دبل كليك، لا دبل كليك. تمام اتحركت كده، لا خلاص اهي من الشريط الابيض تقدر تحركيها. الشريط الابيض فوق، انت قفلتيها خالص، انت قفلتيها خالص. من التول بار دوري على التول بار بقى فين؟ طب استني هشوفها لك دلوقتي. حاضر. او اقفليه واعمل ايه تاني يا استاذ انيس؟ تمام؟ طيب القوائم اللي موجوده عندي بقدر استخدم فيها اي شيء. دبل كليك على الكلمه اللي اهي، شايف حضرتك الكلمه دي؟ اضغطي على دبل كليك عليها. خلاص تقدري حضرتك من الخط الابيض ده اتحركي بيها هنا يسار او يمين. تمام؟
معلش لو تقدروا تنقلوا الموضوع. انت قفلتها خالص. يا جماعة ما حدش يعمل اكس اكزيت للتول بار. اه ممكن ترجعها لمكانها تاني واحنا نضغط عليها مرتين صح؟ بالظبط. اقفل يا احمد وابدا تاني. خليني ابدا وافتح تاني. طيب دلوقتي عندنا التول بار بتاعنا او الجزء بتاعي متقسم. اول حاجه عندي ايه؟ المفتاح. انا احنا هناخد واحده واحده اللي انتم ما تعرفوهاش نقولها. اول حاجه عندي المفتاح. خلينا نفتح البرنامج نقفل ده وهنفتح لكم البرنامج وناخدها واحدة واحدة. أول حاجة عندي المفاتيح، تاني حاجة الكي سيجنتشر، الدليل، دليل المقام، تالت حاجة تايم سيجنتشر، تالت يا رابع حاجة ها حاولوا تفتحوا وتشوفوا، حاولوا افتحوا وشوفوا قول خطين أو ثلاثة صح؟ التجميع اقواس التجميع، اقواس التجميع لو عندي خطين بيانو، لو عندي كذا، لو عندي كذا، لو عندي كذا اقدر اعمل اقواس. اللي بعدها علامات التحويل، علامات التحويل تمام. اللي بعدها المرجعات، السينيو، الحاجات دي تمام. اللي بعدها ها الحاجات دي يا جماعه ها ornaments الزخارف، الزخارف او التريلات او الكلام ده كله. البريث اللي هو اماكن النفس وال بالظبط اماكن النفس بتاعتي. الجريس نوتس الحليات، حليات تمام. دي ما لهاش استخدامات كتير. معلش عايزكم تركزوا معايا في حاجه صغيره عشان ده ما يبقاش قدامك كتير قوي وفي حاجات بتستخدمها وفي حاجات لا. في نوعين للقايمه دي، في البيزك وفي الادفانسد. احنا انا او فينا اللي يحب يشتغل على الادفانسد يشتغل. ممكن تيجي من هنا وتقلل الموضوع شويه هتعمله بيزك. البيزك راح مقلل لك الموضوع ده اللي انت بتستخدمه بس مش هديك حاجات زياده تمام. طيب هنيجي نشد شويه يا جماعه. اللاينز اللي هي الخطوط بتاعتي اللي هي المرجعات سوري اللي هي الاقواس السكوندا والبريما والسكوندا والكلام ده كله. هنيجي بعد كده للجليسندو اللي هي السحابات اللي هي من الدول الدول الحاجات دي كلها. التكست زي ما قلت لكم انت هتقدر تضيف تكست بعد كده في اي مكان لو نسيت العنوان نسيت اي حاجه. اللي عندك ستاف تكست، عندك اي اكسبريشن هتعمله مجرد ان انا بقف على المزوره تمام وبضغط ستاف تكست اتنقلت لي فين؟ هنا. هقف عليها دبل كليك ابدا اغير اللي انا عايزه. هكتب احمد اهي خلاص الموضوع انتهى اتنقلت لي الكلمه هنا. وانت عامل الماوس وخلي بالك كل مره هفكركم دي لازم تكون مطفيه طالما بستخدم ماوس. هقف على الكلمه دي انا مش عايزها هنا، انا عايزها هنا اهي حركتها. عايز النوار ده ما يبقاش هنا او السرعه ما تبقاش هنا تبقى هنا سوري اهي بالشكل ده. اي حاجه هقدر اغيرها. ده غير الانكور. الانكور ساعات بيبقى فيه صعوبه ان انا احرك كلمه من مكان لمكان تمام. طيب خلصنا التكست. التيمبو نفس الموضوع. اي مزورة هغير فيها التيمبو هاجي مثلا المزورة دي هغير التيمبو هضغط هنا واقول له لا انا عايز التيمبو 80 راح حاطط لي مكان المزورة. اهم حاجة ان انا اكون مش محدد باللون الازرق
ده ارقام الصوابع لو عايز تحط اي ارقام. الريبيت والجامب انا اللي رجعته ادفانس عشان اديكي كل امكانيات الادفانس. انت عايزه بيزك بعد كده يبقى انت عارف. تمام، دي الحاجات اللي احنا بنعملها. خلصنا الريبيت والجامب، هاخد بعد كده الاكورات بتاعت الجيتار. المهم عندك القايمه اللي في الجنب دي، هي القايمه اللي موجود فيها كل شيء. تمام، ما عليا ان انا باخد اللي انا عايزه من هنا الموجود هنا وبنزل تحت. في البيزك مش هتلاقي من اول هنا، مش موجود، لانه بيعتمد ان في البيزك مش هيشتغل على ايقاعات صغيره قوي. في الادفانسد لا، بيزود لك عدد الايقاعات. هنبدا نعمل نوتة دلوقتي. طيب دي النوتة اللي احنا عملناها اللي عندنا، عندي هنا للتغيير، ومن هنا هيتم اختيار العلامات الموسيقية. اللي احنا هنبدأ نجربه دلوقتي ان احنا عايزين نجرب المقطوعة اللي قدامي دي. المقطوعة اللي قدامي دي من مقررات عزف مقام الكرد على الصف الثامن. في الصف الثامن بياخد مقام الكرد، في التطبيق على مقام الكرد بيديله نوتة الربيع، بس مديها له صريحة بدون الحلية، الحلية دي بس وده. تمام، انا عامل بس هنا جليسندو وعامل هنا حلية صغيرة. هنبدأ ندون المقطوعة اللي قدامكم دي. انت شايفينها؟ طيب الشاشة باوربوينت هكبرها لكم. كده اوضح. طيب انتوا كاتبين موسيقى الربيع مكتوبه عندكم، كاتبين العنوان. تمام، هتبدا تكتب لي النوته دي. انتوا كاتبين الميزان، كاتبين الدليل، حاول تكتب، واللي هيقف في حاجه صغيره يقول لي. نعم جماعه، اي نغمه بكتبها خطا برجع برجع عندي المؤشر الماوس برجعه ابيض وبقف عليها اظللها ودليت. تظليل وديليت تحت امرك. انت عايز تلغي دول؟ ايوه صح؟ طيب يبقى هناك، يبقى خليك، يبقى مش عارف تعمل مراجعه ليه؟ انت عايز تلغي بس موازير. حاضر، يبقى هنا الغاء موازير. حاضر، التول بار كانت فين؟ التول بار ها؟ نلغي مثلا، نلغي كيفاش تضليل وإعادة؟ ما أنت لازم لازم علمي هنا، علمي دي بس كده، اللي أنت عايزاه شيليه. ديليت ما فيهاش ممحاة زي الإنكور. يا أستاذ عريسة في أي مشكلة؟ ها؟ السكوت والدنيا لا لا لا، كل حاجة من هنا. بصي لا لا، هنا الحاجات اللي أنا بضيفها على النوتة فقط، انما الحروف يعني هاخد هنا هي بادئه سكتتين، يبقى سكته ايه بعلم عليها وبروح على السكته بتاعتها. فاهماني حضرتك؟ ايوه انوار، روح على السكته بتاعتها، تنزل لي وروح على الماتوره، بس اهي بقت سكته نوار. فهمت يا استاذ؟ تضغط تاني يبقى زدت تاني. طيب بالنسبه للسكتات يا جماعه، بالنسبه للسكتات
بتعلم النوار كانك هتكتب نوار، وبتروح على السكتة تضغط عليها بيجيب لك سكتة النوار طبيعي. ما انت حطيت ثلاثة يبقى عملتي ثلاث ضغطات. اضغطي يعني حطي مكانها نوار خلاص راحت. يعني انت حاطه اثنين هو حط لك ثلاثة. امسكي نوار بدون العلامة بتاعت السكتة وتحطيها مكان النوار. تاني مزورة اللي انا حطه ده في تاني مزورة ايه؟ ده حلية. الحلية موجودة فين؟ اللوحة موجودة في قائمة الادوات. حلو، فين في قائمة الادوات؟ الجريس. طب افتح الجريس شوفها كده. موجودة. هتاخد ايه؟ في عندك اكتر من واحدة. الاولى اللي هي حلية الكروش. كروش مع نوار. حلية الكروش مع النوار. بتعلم النوار. بص يا شباب، بعلم الاول النوار اللي انا هشتغل عليه. بمعنى انا هعمل حلية لدي، يبقى لازم اقف عليها واعملها بالازرق واروح على الحلية اقول له عايز الحلية دي، هيعملها لي تلقائي كده. هتقف قدامكم مشكلة صغيرة فيها لما تحطوا الحلية. ها شوفها زي اللي انا عاملها ولا لا؟ في تركة صغيرة. أيوة، نزلت عندك على نفس النغمة اللي انت اخترتها. يعني دي سي نزلت لك سي. أيوة، مجرد ان انا بقف بالماوس وبحركها. انا عايز الحلية ايه؟ دو سي ولا لا سي ولا سي سي؟ ايه اللي انت عايزه؟ بسحب النغمة، انا عايزها لا سي. اقف عليها واسحب اللي هو الكروش الصغير ده، بس حابه لتحت خليه لاسي. احسن حاجه ان انتوا بتشوفوا بتطبقوا، ما نعملش حاجه. الايقونه المختفيه دي اللي عملها، تختاري فيو. لحظه واحده. لا 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 مش من البيزك. تول بار. لا لا مش تول بار. انا بعد اذنك عشان انا ما افتكرش غير فورمات الباتلز. اهي خلاص يا جماعه، كله عمل الجزء ده عشان ندخل على اللي بعدها على طول. مجرد انت عايزه تحطي ايه هنا؟ انت عايزه تحطي لا لا، عايزه تحطي الاول العلامه اللي هي دي على درجه ايه؟ السي. يبقى انا هروح هنا وهنزل هنا هعملها على السي. بدا يعدل هو تلقائي السكتات اللي هو عاملها. وانت كده هتروحي على دي، اعمليها اضغطي عليها. ها اهي خلاص. اضغطي هنا معلش عشان نحركها. احركها عايزاها سي ولا عايزاها لا؟ لا لو سمحتي، اذا سويت بلاي كيف توقف؟ خلاص حره وقف. اي على فكره جميع البرامج الموسيقى، بص يا جماعه عشان المعلومه نقولها للكل، اي برنامج موسيقي البلاي والستوب من السبيس، سواء برنامج تسجيل تدوين عزف، جميع البلاي والستوب من السبيس. حد هنا كان بيشاورني عاوز السي تصبح دي الدو. تمام، هقف عليها اهي. ظللتها. بص من هنا. شكرا. بس في نوتة غلط. في نوتة غلط. طيب يا جماعه خلاص نخش على اللي بعديه. طيب انا كنا في صوت تقريبا. بص يا جماعه هي النوتة.
بص يا جماعه، مين اللي خلص هنا عندنا؟ مين اللي خلص؟ اي حد شغالين اللي عندك؟ نسمع خلاص يا جماعه، نسمع شباب شباب اللي مشغل. ثواني في نوتة غلط، في نوتة غلط. ها حد تاني؟ ها حول البلانش. طب محمد ها شوية بس، ها اسمع بس اشوف الصح من الخطأ. ها مين خلص كامل يا جماعة؟ احمد خلاص. مين اللي خلص تدوين؟ طب استنى، انا عملت حاجه تانية؟ طيب طب سمعنا اللي انت عملته. نفسه انا عملت اثنين. ها طيب انت عامل، انا الفكره في حاجه، الفكره مش في فكره التدوين نفسه، انا عامل التمرين ده عشان تعمل لي حاجه معينه اللي هي ايه دي الحليه. طب انا عايز جلسندو كمان. تمام، حد عمل الجزء بتاع الجلسندو؟ طيب سمعه لنا يا محمد. طب الجلسندو اللي هو الزحلقه دي يا جماعه، اللي هو بياخد النوتة من الري لحد السي. أيوة. ودي عارفينها، بروح على القايمة، بروح على جلسندو، بحدد النغمة برضو نفس الشيء، بحدد النغمة بكتب له جلسندو، هو بيعمل لي السهم من النغمة للنغمة اللي بعدها. طيب أنا خلصت دلوقتي، عملت الآلة واحدة، كتبت الآلة، أنا عايز أوزع بقى، أنا عايز أوزع، عايز أعمل رباعي وتري، عايز أضيف فايلين، عايز اضيف فيولا، عايز اضيف تشيل باس او كونترا باس، اي حاجه. ها اعمل ايه؟ هو الزر واحد اللي انا هضغط عليه. هاي البرنامج اهو، سوري، انا عندي واحد بس، هضغط اي. اول ما بضغط على اي راح فاتح لي انسترومنت. انت عايز تضيف الات ايه؟ انا ما بعملش حاجه غير بختار الاله اللي انا عايزها، بقول له عايز سترينجز، بقول له عايز فايولين، عايز فيولا، عايز تشيلو، بقول له اد، بيضيفها لي في الجزء اللي على اليمين، بقول له اوكي، بدات النوت عندي. سوري هو اضاف واحده بس. معلش مع مراعاة ان انا وانا بعمل التلاتة بضغط كنترول عشان يظل التلاتة، انا ما خدتش بالي وهو هنا. ادي اهو كنترول ضغطت التلاتة. بس ممكن نرجع بس الحتة اللي هي بتاعت الاضافة من منين بالظبط؟ تمام، انا هلغي خالص. ايوه هعمل تراجع. تراجع عنده اهي، هضغط على اي، حرف الاي، حرف الاي، هضغط كنترول وهعمل فايولن فيولا تشيلو، هقول له اد وهقول له اوكي، بدا يضيف لي الاربع خطوط او الثلاث خطوط الزياده، ضاف لي الفايولن، ضاف لي الفيولا بالمفتاح بتاعها، ضاف لي التشيلو بالمفتاح بتاعه. حد كده فيها مشكله؟ انا ضفت ثلاث الات. طيب ها في حد؟ اي، حرف الاي، حرف الاي فقط، انا بضغط على حرف الاي فقط. اي كليك لازم، فين الاي؟ اهي بص بس اهي، اي خلاص، حرف الاي في الكيبورد يا جماعه، في الاي في الكيبورد. اوكي وين نعمل سيرش؟ لان لا لا ما تعملش سيرش خالص. اضغط اضغط لي هنا يا احمد، اهي بس خلاص، اي خلاص، حرف الاي فقط.
حرف الاي من الكيبورد بضغط اي بيظهر ده بالترتيب. خلاص ضفت الثلاث آلات. الخطوه اللي بعدها اللحن اللي عندي هنا ده انا عايز انسخه نسخ. تمام؟ تلقائي بيروح على مش بيوزع. لا بيروح على الخط بتاع الآلة. بيروح على خط الآلة بنفس الشكل. كيف أعمل نسخ؟ بعمل نسخ. بضغط شيفت وبالماوس بحدد كأني بحدد نص. أهو. تاني. وأنا ضغط شيفت. شيفت. وباجي بالماوس وبحدد كأني بحدد نص. بعمل كنترول سي بروح على هنا وبعمل كنترول في بتتنقل النوتة زي ما هي زي ما هي بحليتها. بعمل شيفت وبحدد النص. كنترول سي ده كوبي زي 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 الوورد. كنترول سي كنترول في بيست. استاذ علي في حاجه؟ تمام؟ طيب خلاص اتنقل النص اللحن بتاعي على المفتاح الجديد. طيب انا كل ده اتعمل. اللي انا عايز اعمله دلوقتي تطبيق. هي موسيقى الربيع اللي انتوا دونتوه، انتوا دونتوه الخط الاول صح؟ الخط الاول دونتوه. انا زودت حاجات عن الخط اللي انتوا عملتوه. ايه اللي زاد؟ رباط لحني كريشندو اتنين. خلينا واحد واحد. كريشندو ها التريل اللي انا عملته في اول نوتة. تمام؟ ايه تاني؟ ها في حاجة تانية؟ المفاتيح بتنزل مع الآلة. انا ضفت الثلاث آلات دول وعملت اللحن الاولاني. في حاجات تانية معمولة. لاحظوا ها في حاجات تانية. ها مين اللي بيقول ايه؟ في ايه؟ ميزان؟ ميزان؟ لا الميزان ما غيرتش. انا عملت ايه؟ انا غيرت هنا الآلة. عملتها بان فلوت. مش عاجبني ان انا اعملها كده. عملتها بان فلوت. اوكي من نفس الاي شلت الكمان وحطيت بانفلوت ولا حاجه. نفس حرف الاي. تمام. الجزء الثاني اللي انا عملته اللي زودته البيانو بدل ما بقى خط واحد انا عملته خطين. ان انا باجي على النوته نفسها بعمل كده بحدد الاول سوري من الشيفت بعمل كده اهي وباجي هنا. تمام. بقول له بيانو بيانو رول اديتور بيعملها لي خط بيانو. طيب اسمع كده اللحن. خلاص ده الجزء الاول. طيب ده حط لي التريل، حط لي الحليه، حط لي الجليسندو اللي انا عامله. تمام. حط لي كل حاجه انا عاملها. فاضل حاجه واحده واخر حاجه وبعدين تكتبوا لنا النوته دي. اخر حاجه انا عايز اعمل ميكس للصوت الميكسر بتاعي. تمام. عند فيو وبروح على كلمه ميكسر. الميكسر ده هنا بيديني كل آلة أنا عملتها. البيانو والفيولون والفيولا والتشيلو مديني الفوليوم بتاعهم. عايز أعلي آلة، عايز أوطي آلة، أسمع دي أعلى، أسمع دي أقل. كل ده بتحكم فيه من الميكسر. الماستر فوليوم بتاعي من هنا. أربع أصوات. الصوت على أظن. اوكي. طيب عايزين نكتب الاربع اصوات بدل ما نكون كاتبين
صورة. وبكده نكون احنا طبقنا تقريبا اغلب الحاجات اللي احنا بنستخدمها مع الطلبة، ما استخدمش اكتر من كده. الميكسر من الفيو عندك بيقول لك العرض اعرض لك ايه بالظبط، بتختار كلمة ميكسر. الفيو فيو خلاص تمام انت تمام. يلا يا جماعة نبدأ نكتب ونعمل الاقواس بتاعتنا. الجليسندو مكتوب في القائمة، الجليسندو مكتوب عندك في القائمة يا جماعة. بعد اذنكم انا هقفل ده هنا تمام. فين الجليسندو؟ اهو. حلو جدا اهي. انا هقف عند النوتة. فين النوتة اللي هتعمل النوتة دي؟ من الريل السي، من الري اهي اهي. ماشي من هنا هنعمل كده وهعمل هنا جليسندو اهي تمام. واقل من كده هخلص لك تمام. عربي مشكله انها عربي يعني كله نازل عربي. طب ده الاحسن. ده الاحسن يا جميل اهو. طب ايه النوتة اللي غلط؟ انا مش عارفه فين النوتة الغلط. شايفه اهي دي. لا لا ريسي فلا دي اللي غلط. استني كده الحاجات دي كلها في سحابات يا جماعه. في جليسندو بالشكل ده هتلاقيه في البرنامج. انا مش بديك حاجه صغيره. في جليسندو اللي هو بيديك من الري للسي بيديك نغمه نغمه، وفي اللي بيسحبها زي سحبه الجيتار. سحبه الجيتار في جليسندو. الثانيه اللي هي بالظبط اللي هو ان انا اسمع النوت كلها مش جليسندو. الجليسندو هي السحبه. السحبه دي هتلاقيها في السايبيليس. بس السحبه اللي هتسمعها دي في السالبيليس. انما دي اللي هو تسلسل نغمي او بسرعه ان انا باخدها في حاجات اقل. ها كلنا خلصنا؟ طيب البرنامج يعتبر بسيط ولا صعب؟ ها؟ ابسط من الانكور كمان. ها؟ واهم ميزه فيه ان هو مجاني. اهم ميزه فعلا، لان اي طالب اي حاجه انت بتقول للطالب اشتغل عليه في البيت يقول لك بنزله ازاي. لا ده البرنامج مجاني وانت منزله بوتابول، يعني مش محتاج ان هو يعمل له اي تسطيب، مش محتاج انه يعمل له اي حاجه. احنا ان شاء الله حتى في الفتره الجايه اتفقنا ان احنا هنعمل اغلب البرامج الموسيقيه الصغيره هنعملها بوتابول وننزلها على الموقع بتاع الوزاره بحيث ان تكون العمليه اسهل. اخر نقطه في الورشه عشان نعرف، عشان اعمل سيف انا عندي اكتر من طريقه. سوري في نقطة واحدة بس قبل ما اعمل سيف. الصورة دي انا عايز احطها على باوربوينت تمام. فتلقائي انت عندك هنا في كاميرا، ودي ميزة في البرنامج كويسة جدا. بضغط على الكاميرا بتظهر لي دي، بقدر احركها كده يعمل لي المقطوعة دي كلها كده على بعض. مجرد ان انا بعمل كليك يمين بقول له سيف از برنت مود، بيحولها لي الصوره على الديسكتوب تلقائي اللي هي الجزء ده بس مش النوته كامله. خلاص هرجع تاني لاخر جزء اتكلمنا عليه اللي هو الحفظ. الحفظ انا عندي يا جماعه اكتر من طريقه للحفظ. اولا حفظ اللي انا كتبته على البرنامج نفسه، مجرد ان انا بضغط سيف بيعملها لي على البرنامج بنفس الصيغه بحيث ان انا ما اقدرش افتحه غير بالبرنامج ده تمام. الطريقه الثانيه ان انا بعمل له اكسبورت او تحويل. انا عندي هنا صيغ كتير جدا، اقدر احفظه بي دي اف، اقدر احفظه صوره، اقدر احفظه ام بي 3، اقدر احفظه ويف تمام، واقدر احفظه ميديا.
الطبيعي لاي برنامج نوتة ان انا احفظه ميدي تمام او ان انا احفظه بي دي اف. لا انت عندك لما بتضغط على اكسبورت بتقدر تختار هنا اهي ادي موسيقى الربيع بيقول لي عايزها بي دي اف ولا بي ان جي صوره ولا ويف ولا ام بي 3 ولا ميدي تمام. دي الحاجات اللي بتهمني ان انا لو عايز من صيغ الصوت المتاحه عندي الويف والام بي 3 والميدي دول ثلاث صيغ اقدر اسجل بيهم. عندي للصور عندي اقدر اعملها البي دي اف واقدر اعملها كصوره بي ان جي. ده بالنسبه للحفظ. خلاص اي سؤال؟ ده طبعا تطبيق النوتة اللي احنا عملناه. اشكركم شكرا جزيلا لكم وشكرا لحضوركم يا جماعه. اشكركم شكرا جزيلا.